دلوقتي السكة الحديد فيها أكتر من مليون طن حديد. مصر تستورد خام الحديد وخامات الحديد بتستوردها. طن الحديد في مصر ب12,000 جنيه. احنا عايزين الدولة توقف دعم الخبز وتدعم الحديد لأنه بيشغل 17 مهنة. هي يعني مهنة المعمار. طب المليون طن حديد بتوع السكة الحديد دول بيروحوا فين؟ عبارة عن عربيات خردة غير شغالة موجودة في ورش أبو راضي وموجودة في المحطات شغلة السكك. في عربيات على السكك ليها 10 سنين ما اتحركتش. ده مال مجمد. الدولة محتاجة هذا المال. ما يفضلش جامد، ما يفضلش واقف في عربيات مكهنة مش هتشتغل تاني. دي أكتر من 10 سنين و15 سنة ومصنعة من أكتر من 50 سنة موجودة في ورش عربات أبو راضي وفي ورش جبل الزيتون وفي ورش العربيات في المنيا الإضافية وموجودة في الأحواش، أحواش بولاء وحوش محطة المنيا وحوش محطة الوسط. العربيات دي تتسعب وتتقطع. حديد استثمار يشغل وينمي الاقتصاد بتاع البلد.